اهلا وبركاته اخواتي اخواني، نتمنوا تكونوا كلكم على خير وبخير. عواشركم مبروكه، والله يدخل عليكم هذا الشهر الكريم بالخير يا ربي وبرزاق، وكل واحد اللي فنيتو شي يا ربي لحقو به، الله يسهل على الجميع يا ربي، ونطلب الله يتقبل منا الصيام وسائر الاعمال. وهي ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطبق، نتمنى ان الاعجاب ديالكم هو بسيط، وكنظن ان الكل كيعرف يصايبو بالحق، ما فيها بس نشارك معكم. يلا اخواتي تفضلوا معي. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نقدم لكم همبرغر اللي كيجي مزيون، وغادي نقدم لكم بيتزا صغار، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. اول حاجه غادي نبداو باذن الله، غادي نبداو نصايبوا العجين ديال البيتزا اللي انا اول حاجه حضرت هنا الدقيق ديال الفينو، وانتم يعني كتقدموا الدقيق على حساب كيف ما نقولوا الكميه، على حساب عدد الافراد الاسره. من بعد كنضيف له شويه الملحه ونحك له شويه ديال الزعتر، يعني ضروري نسموها بالزعتر كيجي مزيونين، حاولوا تجربوها. وغادي نعمل تقريبا 4 ديال المعالق ديال زيت العود ولا زيت الزيتون، 4 المعالق ديال زيت الزيتون باش كيرطب لنا العجين. ومن بعد غادي تضيفوا الخميره ديال الخبز والسكر، السكر باش يجيونا محمرين، اللي ما كيبغاهمش محمرين ما يعملش السكر، كيبقى على حسب الاختيار، ولكن السكر كيعطينا واحد وعاد كيزيدنا واحد المذاق بين السكر والملحه، كيعطينا واحد المذاق مزيون. مهم كيف ما قلت لكم غادي نضيف دابا الخمير ديال الخبز، هذه الكميه على حسب الكميه ديال العجين، وغادي نكونوا مدفيين الماء بطبيعه الحال، وغادي نحاولوا نخلطوا المكونات ونعجنوهم مزيان. ايوا على بركه الله، نتمنى تنالوا الاعجاب ديالكم. انا فايت لي عملت لكم بيتزا بحق كبيره، دابا هادو بيتزا صغار وهذه طريقه مختلفه، ان شاء الله كل مره نوريكم طريقه جديده. هما راه كتنوع العجين على حسب. دابا غادي نوريكم الحشوه ديال البيتزا. اول حاجه اللي غادي نحضروا، نحضروا الفلفله اللي غادي تكون على حسب اللوينات، الدراري الصغار كيبغيو هاد الالوان كيحماقوا عليهم، اخترت فلفله صفراء وفلفله حمراء والفلفله خضراء وبصله معروفه البيتزا البصل، عملتها هاد المره بشكل مختلف، مشلضه، الزيتون مقطع والفرماج والصلصه. بطبيعه الحال انا الصلصه ضروري كنضيف فيها الصلصه ديال البيتزا، كنضيف فيها زويته بلديه وكنضيف فيها الزعتر باش نسمو شي مليحه كتجي مزيونه. ومي غادي نسالي غادي نحكها بفرماج بطبيعه الحال، الاول غنعمل الموتزاريلا من بعد غنعمل فرماج احمر. اول حاجه غادي نوضع الزيت في المقله، ومن بعد غادي نضيف عليه توابل، ضفت شويه ديال الملحه، ومن بعد غادي نضيف قليل من الفلفل الاسود، من بعد غادي نضيف شويه ديال السودانيه. بالحق اللي ما كيبغيهاش ما يعملهاش، انا كنقول لكم اللي ما كيبغي السودانيه معي غير هي راه كتوكل. وغادي نضيف قليل من الملون الغذائي، واللي ما كيبغي من الاحسن ما ديروش، المهم كيبقى اختياري. وغادي نضيف البصل وغادي نحركوها مزيان باش تشرب لنا داك الشرموله. عفوا باش تشرب لنا داك التتبيله. غادي نستمروا على هذه العمليه حتى تسخف لنا البصله، يعني حتى ترخى. نتمنى هاد الحشوه تنال الاعجاب ديالكم. انا فايت لي حاطه بيتزا في قناه، بالحق هذا طريقه مختلفه على الاولى، لو بغيتوا الطريقه الاولى راه عندي تما، ممكن نحط لكم في صندوق الوصف، نقدر نحط لكم.
دابا غادي نضيف الفلفله كيف ما قلت بثلاثه الالوان ديالها، فلفله صفراء وحمراء وخضراء، حيتاش كيف ما كنقول لكم الدراري الصغار كيحماقوا على هاد الالوان، وكيف ما كيقول حنايا العين كتاكل قبل. وهاد البيتزا كتجي مزيونه ان شاء الله. تخليوا لي تعاليق واعطيني الراي ديالكم فيها، جربوها بعد ما تطلقنا العجين. كنخليوها واحد نص ساعه عاد كنطلقوه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. انا بما انني بغيت قطع صغار غادي نحاول دابا نقطعو. استعملت هذا اناء ماما، انتم كتشوفوا السمك اللي اختاريت كيجيو رطبين هشاشين ومع الحشوه ما نقول لكم شي. وغادي نحطوهم في الفران بطبيعه الحال، غادي يطيب واحد نص طيبه وغادي نرجع لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. المهم هما البيتزا ديالنا تحمروا من الفوق، بقالنا من التحت حتى نرجعوهم للفران. اول حاجه غادي نعملوا لهم الصلصه، غير جربوا لي هاد البيتزا. دابا غادي نعمل داك بصله وفلفله، وساهلين وفي متناول الجميع. دابا غادي نعمل شويه ديال الزيتون قطع، من بعد نعمل شويه ديال الطون، ثم كيبقى اختيار ديالكم باش تعمروها. انا عملت الطون، ممكن تعملوا كفته، عملوا اللي بغيتوا. وغادي نعمل لها شويه ديال الموتزاريلا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. دابا غادي نكملوا بيتزات اللي عندنا كلهم على داك الشكل، غنزيدكم بيتزا ثانيه كيف ما كنعملوا المره الاولى الصلصه الاولى. غادي نضيف الفلفله والبصله، كل ما كانت معمرك ما جات كتجي بنينه. غادي نضيف الزيتون، نعم غادي نضيف شويه ديال الطون. ايوه ها كنبغي شنو ماما كنبغي انا. المهم غادي نضيف الموتزاريلا، هما البيتزا ديالنا واجدين. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، كيجيو مزيونين راه حتى طابو عاد حكيت لهم فرماج. صراحه نتمنى تجربوهم وتخليوا لي تعاليق وان شاء الله نزيدكم الجديد. من بعد غادي نشارك معكم اخواتي اخواني وصفه اخرى، لان هاد الدراري الصغار كيحماقوا عليها. اللي معطيكم على الوصفات ديال الدراري الصغار، غنصايب معكم الهامبرغر. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. المهم غادي نقول لكم المكونات. غادي نصايبوا اول حاجه الفرماج توست، كيبقى الاختيار ديالكم الماركه اللي بغيتو. المهم فرماج توست. غادي نكون عندنا الخبز ديال البرجر، الا بغيتوها خليو لي تعليق نوجد لكم في الدار. المهم هادي عشرينها، وكفته هي موجوده، وشويه ديال البصله على شكل دائره، وبطيشه، وشويه ديال الخيار، وشويه ديال الخس، وطبيعه الحال كيتشوب مايونيز. هادي بعدا الدراري الصغار كيحماقوا عليها. وسهله. اول حاجه غادي نوضع، نبدا نوجد الفريت اللي غادي نرافقو.
معها همبرغر ديالنا. هنايا كنوضع الزيت. المقلة الثانية اللي غادي نحضر فيها الكفتة. المهم انا الكفتة وجدت على شكل دائري. غادي نصايبو ان شاء الله باذن الله ربعة. هذاك الشيء اللي حضرت. من بعد ما غادي توجد لنا الكفتة غادي نفتحو الخبز ديال في عوض ما نمشيو للزنقه ونشريوها هما في الدار وموجدينهم على يدينا وعارفين راسنا شنو مصايبين. المهم كنوضع اول حاجه كيتشوب. من بعد غادي نفرش له الخس. هذه هي الطريقه اللي ياكلوا عليه الدراري الخس. انا ما عملتي لهم شي هيدا ما ياكلوهش. غادي نوضع البصل. من بعد غادي نوضع الطماطم. من بعد غادي نوضع الخيار. يعني المكونات اللي كاينه كلها صحيه. غادي نوضع الكفته اللي وجدنا. ومن بعد غادي نحط الفرماج. وعندي نعمل عليه المايونيز وبطبيعه الحال كيتشوب. كيبقى على حسب الاختيار. وغادي نسد الخبز ديال البرجر ديالنا. اما بالنسبه للطريقه ديال التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. كل واحد يزين بالطريقه اللي تناسبو. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم الطبق ديالنا. وغادي نقدموه كيف ما قلت قبل معها الفريت بطاطا مقليه حتى هي من يعني ما خصناش نكثروا فيها الدراري الصغار ولكن هكا باش ياكلوا لنا البرجر ديالنا. المهم حنا وضعنا الفريت. من بعد غادي نوضعوا لهم شويه ديال الكيتشوب والمايونيز. هالطبق ديالنا واجد وبالصحة والراحة. وجدوه للفطور وجدوه للسحور كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. ودائما كنقول لكم عواشركم مبروكة والله يدخل عليكم هاد الشهر الكريم بالخير. وباش ما تمنيتو في الخاطر ديالكم والناس اللي اول مرة كتزور القناة ديالي ما تنساوش تعملوا لي واحد الاشتراك. مرحبا بكم عندي في القناة ديالي. وشكرا شكرا كل متتبعين ديال قناة عبلة آريش. والناس كنشكر بزاف الناس اللي كتساندني وديما وقفة معايا. شكرا لكم بزاف ديما منوريني. واي ملاحظه اي حاجه انا كنتظر التعاليق ديالكم. شكرا لكم. المهم انا كنقول لكم الطريقه ديال التزيين ديال البرجر كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. وبالصحه والراحه ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هذا هو الطبق ديالنا وكيجي بزيون وصحي. المهم هالاطباق ديالنا واجدين. هالهمبرجر ديالنا هالبيتزا ديالنا. وبالنسبه لواحد التحليه انا مشالي الفيديو ماشي مشكل. المهم الا عجبكم الشكل ديالها وبغيتوا تعرفوها نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. وان شاء الله نهاركم مبروك. فيديو جديد.